نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية وصلنا لفقرتنا خلينا نقول الفنية المسرح. والدراما. أكيد كلنا بنعرف أنه المسرح هو أبو الفنون وهو صورة الناس وأفكارهم. أعظم الفنانين ونجوم الدراما قفوا للمجد من خلال خشبة المسرح. معنا اليوم فنانة سورية بدأت من المسرح ونشطت فيه، ولا أعمال مسرحية كتير مثل رجل برجل وبانتظار جودو المعروفة لسموئيل بيكيت وقصة موت معلن لماركيز. يا رشا، أكيد وضيفتنا لليوم اشتغلت الدراما التلفزيونية والإذاعية واشتهرت بصوتها بشكل كتير كبير بالدبلاج. لكل حدا اليوم إذا رجع بذاكرته رح نتذكر الكابتن عمر بالكابتن ماجد. أنا كنت الكابتن ماجد دائما بحبه. إيه. أنا كنت أحضر البوكيمون طبعا، والبوكيمون كمان هي سلسلة البوكيمون هي كمان ضيفتنا من أشهر الشخصيات اللي كانت ضمن الدبلاج بهذا الفيلم الكرتوني. أيضا إذا كمان نقول أبطال الديجيتال وأنا وأختي، هدول الشخصيات الحلوين اللي رافقونا بطفولتنا وبذكرياتنا. أكيد ضيفتنا لليوم هي الفنانة بثينة شيع اللي دائما اسمع أنا كنت شوفه على الشاشة يعني بأصوات. صباح الخير كابتن عمر، بنقول لك ولا شو البرا بيشتغل باليوم 10 مشاهد بالإذاعة، نحن عم نروح أحيانا على حلقة. هون بنرجع لحالة الشغف. يعني الشغف انه اوكي مثلا انا عم بشتغل بمكان ثاني عم طلع، بس عندي حب اتجاه الاذاعه، بحس احساس مختلف، في جو عائلي. فينا احيانا انت في ناس ما بتلتقي فيهم غير بالاذاعه، صحيح، او ناس ما بتلتقي فيهم الا بالمسرح. فانت يعني واحد تجديد حياته، تجديد علاقاته مع الناس، بيروح على هذا المكان. بالدوب لا بصير انه بالعكس عم يصير نبعد أكثر، إنه عم نروح سجل دوري، أنا بحمل حالي بروح، يا أما بكون عندي أوردر بشركة تانية، يا أما خلص شغلي بروح على بيتي. ما في هاي اللقاء مع الآخرين. الإذاعة والمسرح هو اللي لسه بيرجع لنا الحالة الاجتماعية، لساته جماعي. والله أنا شايفت لك موضوع الشغف هو اللي طاغي بمعظم الأعمال بهاي الفترة. يعني في كثير من الأشخاص لولا حبهم لهي المهنة هنن ما متواجدين اليوم يعني بهذا الشغل. هذا يعني الفنان. الفنان إذا ما عنده شغف هو ولا شيء. صحيح، أي عمل بحاجة للإبداع هو شغف بالنهاية. أيه. أكيد يعني أكيد رشا، يعني فينا نقول أهم أحب الأعمال لقلبك هي الدراما الإذاعية أكثر من الدوبلاج؟ لا، كل شيء لحال. كل شيء لحال. لا، كل شيء لحال. هلا الدوبلاج له مثلا بين الدراما والكرتون. الدراما أنا بشتغل دراما أوكي وكذا وهي، بس لما بشتغل كرتون حلو. بحس يعني صار في عندي تجديد طاقة، بحس إنه أنا رجعت ولد صغير، يعني بيعطيني طاقة. بتعيشي الحالة تماماً، يعني لسه بيك بحس إنه أنا لساتني بالحياة، مرتبطة بالحياة. الدراما لا أحياناً خاصة الهندي شوي يعني الواحد 2000 حلقات بدون يخلص معك يعني شو متواصل كمان بيطلع لك أحياناً نهفة إنه شو هذا، بعدين متذكر إنه هذا هندي. طيب خلينا نحكي اليوم عن جيل الشباب والصبايا. نحن اليوم عندنا كوادر جديدة عم تطلع، إن كان بالإعلام وإن كان بالدراما وإن كان بالإذاعة. أول شيء أعطينا رأيك، أنت بعمر عندك خبرة، تمتلكي خبرة اليوم، قادرة أنك تقيمي اليوم الكادر الجديد، واليوم اشتغلتي بموضوع تعملي كورسات الدربي؟ الأغلب هلا اللي بيجوا مثلا على الكورسات وكذا بيجي إنه قالوا لي صوتي حلو. قالوا لي صوتي حلو. اوكي صوتك حلو بس مش بالضروره تكون انت ممثل. شو اول خطوه بتساويها او اول تدريب تعطي؟ هلا اول تدريب خلينا نقول هلا اول تدريب انا بحاول انه اعمل تدريب لعبه او تعارف، بس تعارف بطريقه مختلفه بين مجموعه، كون احنا بنشتغل مجموعات. انه مثلا بدي نعرف على بعض، نتعرف على بعض نحن هون موجودين، كل واحد كيف ممكن هو يقدم حاله. من هون تكتشفي انه مثلا انه بثينة شيء، مثلا بثينة شيء بتحسي انه في عنده شيء، يعني بتحسي انه في شيء. طب بلكي في خجل اليوم بالقصه يعني. تمام الخجأة تماما. هي هلا قلت لي انا ببلش بهي الحاله انه في خجل، ماشي ممكن نعمل لعبة أولاد بالبداية، نلعب لعبة بس يكون الخجل بعدين. ايه هلا ممكن نلعب، يعني بدي أعطينا مثال. هاتي لشو سأليني. لا يعني مثلا هلا مثلا ممكن كيف لعبة لازم تكون جماعية،
يعني مثلا في لعبه اسمها توم وجيري. حلو. توم وجيري بغروا بعضهم، بنعرف هاي الالعاب وكذا. بتخلق جو من الالفه. صحيح. او ضحك، يعني بصير في ضحك كذا. حال فبصير في شويه الفه بين بعضنا وكذا. كمان هاي لسه ولا شيء. يعني ممكن بين بعض انه صرنا مرحبا اهلين كذا. وين المشكله الاكبر؟ الدورات انا بعملها باستديو. يعني بدنا نفوت نحن بالاخير استوديو، نجرب الاستوديو. في ناس ما قدر انه في حدا عم يراقبها وهي عم تشتغل، فبصيروا يغطوا حالهم هيك وكذا. هاي مشكله. فانت كمان بدك شوي شوي. الدورات اللي عم تصير هلا هون مدتها 24 ساعه غير كافي، ما بتكفي. وانا هاي اول شغله بقول لهم اياها للشباب اللي بيكونوا والصبايا اللي بيكونوا معي، انه هذا الشيء غير كافي. انت بدك تشتغل بالبيت قدام المرايه، بدك تسجل وتسمع، بدك تروح على الشركات تجرب، بدك تتدرب حتى بالشركات. انت ما صرت جاهز تصير ممثل. التدريب بالبيت هو اهم شيء فينا نقول، قد ما اشتغل على حالك. يعني هلا مثلا انا بقول لهم انه اشتغلوا، يعني سجلوا كذا، ابعثوا لي، يعني ابعثوا لي على الواتس. انا بقول لكم مثلا شو ملاحظات حتى بعد الدوره، يعني انه بعد الدوره ابعثوا لي، سجلوا، تفرجوا، شوفوا كثير، جربوا كثير بصوتكم، يعني جربوا اي شيء، اشتغلوا على المشاعر، على الاحساس كمان. هذا انه مثلا كيف الاحساس والمشاعر، انه انت تراقب الخارج شو هو. نعم اكيد، هي بالنهايه تاثير وتاثر، يعني كيف انت قادره تاثري بالقدام، كيف قادره تاثري تتاثري بالمال اللي عم تشتغلي عليها. صباحنا اكيد يعني حلي بوجودك، يعني رجعتينا هيك لايام كثير حلوه بذاكرتنا. ان شاء الله كل ايامكم حلوه. تسلم يا رب. نحن كمان بدورنا بدنا نشكر حضورك، وبدنا نتمنى لك التوفيق والنجاح وسلامه قلبك. شكرا كثير. اكيد ان شاء الله انه وقفات بصباحات اخرى. اهلا وسهلا، شكرا حضورك معنا، نورتي، سعد صباحك عن جديد. تسلمي، شكرا كثير لكم. شكرا. هلا رشا بدنا نروح لامو.